بونجور. الحمد لله على السلامة. ميرسي. سلام انبسطت. انبسطت شفت وجه التاني اللي قلت لك ليه. يلا لحظة بس. مرحبا، كيفك؟ منيح؟ إلي بتعرف بدي أقول لك شغلة، إنه أنا وياك عنا سبب جمعنا كتير. هلأ أكيد كلهم رح يحكوك ورح يقولوا لك وقف ما تنتحر، لأ أنا مثلك حاسس بالوحدة وقررت كمان يعني انتحر، بس قلت أنا إنه ملي إنه أنا وياك اثنيناتنا وحيدين، هيك بركة مننتحر سوا، يعني على القليلة تنكون لحظة بحياتنا منا وحدنا. لا دخيلك انا مشنقه ما بتخوفني، عرفت انه انا بحب انتحر بطريقه هينه، ما يعني ما بحب اتعذب كثير، انه السم انه ما بتاخذني الشهر الثاني تاني ثلاثة بروح فيها بطل حس بشي، بس انه ليك صراحه كثير سلبي فك يعني كثير جديده فكرتك، يعني ما حدا عملها قبلها، حبيتها كثير، يعني بدها جرأه، وانه كيف حاطط انه السبب انه بدك تنتحر لانه عم تسمع اغاني عاطفيه كثير وما عم تلاقي شريك حياتك. صراحه انا عن جد كثير فكرت بالموضوع، انه بغني كثير اغاني عاطفيه بس ما عندي حدا بحياتي وحده، فقلت بركي اخترعت فكره، بركي انا وياك بنجرب نستعملها، انه بركي هالغنيه العاطفيه. انت شو بتشتغل؟ هلا انا بشتغل بالفينانس. ليك بس حتى انه انت مثلا مهنتك الحلاق مثلا، شو طموحك لوين توصل؟ طب ما عندك مثلا، ما بتشوف انه في عندك طموح انه توصل للعالميه، تروح تسرح شعر ناس بهوليوود او شيء هيك؟ طب شي مره جربت هالغنيه العاطفيه اللي عم تزعجك، عم تحسسك انه ما عندك شريك بحياتك، جرب تتخيل مهنتك اللي هي تسريح الشعر انه تكون هيدي هي المهنه، هيدي هي المرة الحلوة اللي عم تغني لها أغنيتك العاطفية؟ بدك؟ طب رح سمعك أنا هالغنية، تنفتكر أنا وياك أنه هالغنية عم نقدمها لطموحنا، أنا لطموحي بالبزنس، أنت لطموحك بتسريح الشعر، رح سمعك إياها وبعدين كل حدث له حديث، بعدين منحضر أنا وياك الخلطة السحرية ومنروح فيها. يلا نعطيني رأيك بس فيها آخر شيء قبل ما نودع. اتحدى بيك كل الوجود وياك اكون ولا اكون، انا مش حعيش من غير هواك، انا قلبي عاشق للجنون. اتحدى بيك كل الوجود وياك اكون ولا اكون، انا مش حعيش من غير هواك، انا قلبي عاشق للجنون. من يوم لقاك حلوة الحياة بتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني ليك سيبني أعيش أحساس هواك. هلأ انحشرت انقطع الكونكشن بس يا رب ما يكون. إلا ما في شيء يذكرنا أننا نحن عايشين بلبنان. شو؟ إلي؟
ميرسي كتير لمساعدتك لإلي. ما رح اسألك، ما رح انسالك هالجميل. بتمنى منك انه انت كمان ترجع عن فكرة الانتحار، ايه عن كبية حليب هيدا، وتغني اغاني عاطفية لطموحك. هيدا رقمي، واذا بدك فينا نواسي بعضنا بوحدتنا وقتها تفضى. فادي مش الحال. مرسي. إلي اليوم بالإيفال استعمل كل شغفه للغنى حتى يقدر يجرب يقنع الشخص ما ينتحر، مع أنه برم اللعبة شوي، ما عملها دايركتلي أنه هو بده يخليه ينتحر، بس استعمل شغفه للغنى واستعمل خياله، وكان ايموشنال هو عم بغني، كان في احساس كتير، ولكن انا عاده معوده اسمعه شوي احلى لإلي. اول شيء بتصور البوستشر، وضعيه جسمه اللي كان قاعد فيها ما ساعدته كتير هو عم بغني، يعني كان شوي مشنج، واكيد الموضوع ما انه هين وكان شوي موتر، وبلس انه رقبته كان كتير شاده لقدام، فصوته كان شوي رفيع وما كان عم بيقدر يلقط اخر الجمل، يعني نفسه كان عم ينقطع شوي، بس اوفر اول الايفال كان كتير حلو. إلي عنده دائما افكار حلوه، بيقنعنا بكل شيء بيعمل، وعنده هيك خيال مؤثر. في شغله صعيب، صوته اليوم ما ساعده كتير لانه القعده ما كانت مظبوطه، بس احساس وصل لي الاحساس، وبعض الاوقات رنت الصوت كانت كتير حلوه، اجمالا عمل منيح لي. انا بحب هالصوت، بحب كيف سمعته، يعني بأثرني، يمكن ما كان باور كبير، بس كمان هو عم بغني لحدا، يعني الوضع دقيق، يعني ما ضروري الوضع يسمح له انه يعلي صوته ويغني، يعني كان شغله انتيم. هوي هلا هو برم الحادثه بشكل انه صارت اقل ماساويه مما هي، يعني المفروض يجي يلاقي حدا بده ينتحر ويحاول يكون يمكن اكثر عصب. هوي يعني حسسنا انه هيداك مش كتير جد بالانتحار، يعني هيداك عم بفكر ينتحر، وهو عم يعني هو عم بيساعده، مش عاطل انه يكون هيك برم الموضوع هيك، يعني مثل كانه حدا عم بيقول انا عم فكر انتحر، مش حاطط ماشن او بده ينتحر، يعني كانت اعصابه اروع من انسان عم ينتحر، كانت عم بيحكي مع حدا بده ينتحر. حبيت الفكره، حبيت التفاصيل اللي عملها، حبيت بعضهم صغار، يعني مثلا كان بيقدر يشرب ويحسسنا انه حليب بلا ما يقلنا انه هي حليب، يعني بعضهم بفسروا لنا الاشياء لان بعد ما عندهم الخبره. بس انا بالنسبه لي عم يتطور كثير من الشباب، يعني من الطلاب يلي حسيتهم انه لهم هالقد، لهم 5 أسابيع بالاكاديميه، يعني عم باينين عليه عم يتطور صوتا وتفكيرا ونضجا من كل النواحي. انا بلاقيه انه ايفال حلو. كتير لقيتها ذكيه فكره الي، انه انا عنا اول شيء انه هو بده ينتحر، مع يعني كتير مهضومه فكره انه ينتحر معه، هيك لننتحر سوا. كتير ذكيه، وانا بالعكس حبيت لما بالاخر انقطعت الكونكسيون وقال انه اصلا هو لحليب، يعني اكد لنا فكره انه هو منه ناوي الانتحار، ولكن عم بيساعد هالصديق بطريقه غير مباشره، بطريقه ذكيه، يعني كل الكونستركشن، كل هيكليه المشهد كيف من الاول للاخر مكتوب ومربوط، كتير كتير ذكي وكتير متماسك. كتير حبيت تمثيله على فكره، اللي كتير بيشتغل حلو بالصف،
كثير بينتبه على الملاحظات ودائما بيكون من الاوائل يلي بيقوموا بالاكزرسيس وبتقبل التصليح وبيرجع بعيد. وفي كثير تحسن بالنسبه حتى للغنى. هلا يمكن ما بعرف بوضعيه الجسم اذا الصوت طلع منيح او ما طلع منيح، بس انا اول مره بحس الي منه متشنج هو عم بغني، يعني تخلص من هيدي عقده التلميذ الشاطر يلي بيبقى شوي في جي شوي هيك جامد هو عم بغني. بالعكس الاغنيه بهيدا الاطار بهيدا المشهد وبهالطريقه انه عم بيطلع على سكايب وانقطعت الكونكسيون ووقف الغنى، بالعكس لقيت انه هيدا الشيء كثير ساعده ليمرق احساسه بطريقه اسلس. فبالتالي انا بالنسبه لإلي ايفال كثير حلو لإلي. انا بدي اقول انه إلي اليوم فرجينا انه هو مبدع، لانه دائما بيخترع افكار مهضومه غنائيا ومشهديا. حبيت كيف كان هالقد رايق معه، يمكن هيدا الشيء اذا عن جد في حدا قدامنا بده ينتحر بركه بيروقه او بخليه يصير اقل عصبيته يشوف هيدا الشخص الرايق شو عم شو جاي يقول لي. انا حبيت اختيار الاغنيه لانه فيها تحدي بالوقت نفسه، فيها احساس وفيها رومانسيه. حبيت هو كيف قديها، اكيد في بعض العرب فلتت منه، بس بالنهاية الاحساس كان طاغي والاداء كان حلو. وإلي عم بيفرجي تطور بصوته وبشخصيته من اول نهار بلشنا لليوم، وهذا هو الهدف من الاكاديمية. وبتخيل انه هو من اكثر الناس اللي عم يستفيدوا من الشغل.